كذلك النقطة الثانية، هل الكيزان أعداء للعلمانيين والشيوعيين فعلا؟ لأنه الآن بيقول لك أنتوا كده بيردكم على الفلان وعلى الممثل وعلى الغناء الكيزان كده، أنتوا يعني قويتوا العلمانيين والشيوعيين والملاحة ده. هل الكيزان الغايدين الحملة دي ضدنا، هل هم أعداء فعلا للشيوعيين والعلمانيين؟ الجواب والله أنا ما بيتكلم، أنا ما ممكن أكذب عليهم، أنا ما عدو اليوم. الجواب جواب شيوخكم أنتوا يا كيزان. ده سيد قطب، سيد قطب هو ده معركة الإسلام والرأسمالية، كتاب لما نتمعط ده الكتاب في الصفحة 61 سيد قطب قال الإسلام ده ذاته، الإسلام ده جابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الإسلام ده ذاته هو مزيج من الشيوعية والنصرانية. تيجي تقول لي أنت ضد الشيوعيين يا مجارمة يا كيزان يا محتالين، ده تحتالوا علينا نحن وعلى الشعب السوداني. الصفحة 61 كلامهم هم، أنا ما عندي كلام. قال سيد قطب: ولا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا. يعني الإسلام هو جزئين، الإسلام أجابه الرسول، نزل جبريل من السماء، اثنين جزئين، مسيحية وشنو؟ وشيوعية. الإسلام أجابه محمد صلى الله عليه وسلم شيوعية أو مسيحية؟ يا جماعة الكلام ده انتوا رأيكم فيه شنو؟ ربنا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ده المشركين اليهود والنصارى. تقول الإسلام مزيج من المسيحية بتاعت المشركين ومزيج من الشيوعية بتاعت ناس لا إله والحياة مادة، وأول ركن في الإسلام أجابه محمد صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وده اللي بيقولوا لا إله والحياة مادة، وما كلامي أنا.